أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين، نقدمها إليكم من الميادين ومن استوديوهاتنا في جنوب لبنان. وفي عناوينها: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تسمح بفتح قنصلية سعودية للسلطة الفلسطينية في القدس. سبعة عشر عاماً على نصر تموز، الاحتلال يغوص في أزماته وتهديدات مسؤوليه لحزب الله محط سخرية وضحك من المعلقين الإسرائيليين. على وقع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، اجتماع للقوى السياسية في إثيوبيا غداً لبحث سبل إنهاء الحرب. الدفاع الروسية تحبط هجمات مسيرة على بلغورود وكورسك، والقوات الأوكرانية تجلي سكان مناطق سيطرتها في خاركيف وسط تقدم القوات الروسية. وسط انقسام في إكواس بشأن الخيار العسكري، النيجر تطالب برفع العقوبات غير الإنسانية عنها وتقول إما الاعتراف بالنظام الجديد أو الحرب. بكين تتوعد بإجراءات قوية ردا على زيارة نائب رئيسة تايوان الولايات المتحدة، وتتهم واشنطن بخرق مبدأ الصين الواحدة وتقويض السلام. إسرائيل لن تسمح بفتح قنصلية سعودية للسلطة الفلسطينية في القدس، هكذا رد وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين على قرار السعودية تعيين سفير مفوض فوق العادة لها لدى دولة فلسطين وقنصل عام في مدينة القدس. ورأى كوهين أن السعودية تريد التوضيح للفلسطينيين أنها لم تنسهم، لكن إسرائيل لا تسمح للدول بفتح قنصليات، وقال هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا ولم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك، لكن لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية. ورأى أن القرار جاء مدفوعا بإحراز تقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار السعودية، ورأت في بيان لها أن توقيت هذا القرار يعكس اهتمام المملكة الشقيقة بالقضية الفلسطينية، وذلك باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا. كما أعربت الوزارة عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السعودي لتسهيل أداء مهماته الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين وتعزيزها. وكانت السعودية قد قررت تعيين السفير السعودي الحالي في الأردن نايف سديري سفيرا لها فوق العادة وغير مقيم في الأراضي الفلسطينية. وأيضا هو سيتولى منصب القنصل العام في مدينة القدس. السديري قال في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية إن الخطوة مهمة، كما شدد على رغبة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في المجالات كافة. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، نرحب بك ناصر. نبدأ بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول قرار السعودية فتح قنصلية لها في القدس، وبالتالي هذا الخبر كيف يتفاعل؟ ماذا في موقف السلطة الفلسطينية إن كان هناك موقف، وأيضا الارتدادات على الأقل؟ تحياتي للسلطة، رحبت وترحب، ويبدو أنه هذا كان ثمرة اتفاقيات ولقاءات كثيرة بين السعودية وفلسطين لحماية ما يتبقى من حقوق للشعب الفلسطيني. ثانيا، تصريحات إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلية تصريحات وقحة، واستدرك وقال لن يطلب الإذن منا، لكنه يعتقد أو يتعامل وكأن السعودية عضو في الكنيست عندهم ويتحدث بهذه اللغة الوقحة غير الدبلوماسية، ليقرر هو أنه يريد أن يطبع مع السعودية ويحدد للسعودية أين تفتح قنصليات وأين تفتح سفارات. وبالتأكيد هذا التصريح هو دلالة على الجهل السياسي ودلالة على الأزمة العميقة التي يعيشها الكيان في حال لم تطبع السعودية، وكيف سيكون الموقف تجاه التحديات. الفلسطينيون
تحدثوا بوضوح عن الأهداف من لقاء قمة العالمين، وكيف سيكون على رأس الأولويات وضع حد عن جهية الاحتلال. نتنياهو أيضا مغرور، خبيث، مناور في تصريحاته، وأعتقد بأن هذا يمثل الجشع اليميني للأبارتهايد في داخل إسرائيل. شكرا جزيلا لك الزميل ناصر لحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. ميدانيا، استمرت التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية جديدة في جنين التي اقتحمتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم، وقد تصدى لها مقاومون بالنيران الكثيفة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف هذه القوات في بلدة اليمون. وأكدت مصادر محلية إصابة أحد جنود الاحتلال بجروح خطيرة قبل أن تعود هذه القوات وتنسحب من البلدة. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل أعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن عملية إضافية في جنين باتت مسألة وقت، وأن الميدان في منح سلبي وقابل للانفجار. وفي غضون ذلك تستمر الأزمة الداخلية الإسرائيلية، حيث تواصلت الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع 32 على التوالي، وقد تجددت الاحتجاجات بمشاركة عشرات الآلاف، حيث نظمت التظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب وجرى إغلاق شوارع مركزية. في موازاة ذلك حذر الإعلام الإسرائيلي من أزمة تتفاقم في سلاح الجو، حيث يصر الضباط والعناصر على رفض الالتحاق بالخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية، مضيفة أنه بسبب تضرر كفاءة سلاح الجو ليس من المؤكد أن إسرائيل قادرة على الخروج إلى خطوة المبادر في لبنان بحسب الإعلام الإسرائيلي. بالتوازي، رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادة الجيش الإسرائيلي لم تعد قادرة على إخفاء حجم أزمة الكفاءة فيه، وقالت أن الشهر المقبل سيكون حاسما لسلاح الجو الذي يستعد أيضا لسيناريو متطرف، من المتوقع أن يصل إلى مضاعفة عدد الذين يلغون التطوع. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن المسؤولية الملقاة على عاتق قائد سلاح الجو اللواء تومر بار ورئيس الأركان ضخمة، وأنهما لا يحظيان بدعم كاف من المستوى السياسي الذي يرفض في هذه الأثناء حتى عقد الكابينات من أجل بحث حالة الكفاءة لدى الجيش الإسرائيلي. وفي ملف الأسرى، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم القسم 26 في سجن النقب على نحو همجي، ونقلت كافة الأسرى منه في عمل جبان وسلوك إجرامي يتماهى وطريقة العصابات النازية بحسب ما أكدت جمعية واعد للأسرى. هذا وارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تنديدا بسياسة الاعتقال الإداري إلى 15 أسيرا فلسطينيا، وذلك بعد انضمام الأسيرين سيف حمدان وصالح ربيعة إلى القائمة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين طالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة حقوقية دولية تتخذ إجراءات صارمة ضد جريمة الاعتقال الإداري. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس المدير العام لدائرة العلاقات الدولية والعامة في نادي الأسير الفلسطيني السيد رائد عامر. أهلا بك معنا سيد رائد في الظهيرة. نريد أن نعرف بداية ما الذي حصل في سجن النقب بالتحديد في القسم 26 لدى اقتحام قوات الاحتلال لهذا القسم، وإلى أين تم نقل الأسرى؟ يعني ما وصلنا من معلومات حول القمع من قبل إدارة السجون، قامت وحدات خاصة من جيش الاحتلال باقتحام قسم 26 في سجن النقب، وقامت بأعمال تفتيش استفزازية بين الأقسام في السجن المتواجدين في الأسرى، وقامت بنقلهم بشكل إجباري وتعسفي إلى أماكن غير معروفة. ولغاية الآن نحن نتابع هذا الموضوع، يعني التطور في داخل السجن، وفي حال وصول أي معلومة عن أماكن تواجدهم بالتأكيد سيتم الإعلام عن وجهة نقلهم والسجن المتواجدين فيه. طيب، إلى حين معرفة مكان تواجدهم وإلى أين تم نقلهم سيد رائد، كيف ستتابعون هذا الموضوع؟ مع من تتواصلون في هذه الفترة؟ وماذا عن الخطوات لمعرفة مصير هؤلاء الأسرى؟ وما الذي أو كيف يعني يتم التعاطي؟ الأسرى ببساطة، يعني حتى نكون واضحين، الأسرى هم متواجدين في السجون. الإجراءات والعقوبات والاستفزازات
والتنكيل بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال أصبح يعني سياسة يومية تتبعها إدارة السجون وبتوجيهات سياسية عليا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي لا نستغرب ما يقوم به الاحتلال من هذه الإجراءات، أصبحت سياسة شبه يومية من تنقلات وعزل انفرادي وحرمان الزيارات، ويوميا في كل السجون هنالك توتر وهنالك مواجهات واقتحامات بالأقسام للبحث عن ممنوعات حسب ادعاءاتهم في داخل الغرف والأقسام. بالتوازي سيد رائد، ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري إلى 15، هل لديكم معلومات إن كان سينضم أسرى آخرون إلى هذا الأضراب، وما مدى نجاعة هذه الخطوة لتحقيق مطالبهم ولإلغاء الاعتقال الإداري؟ وأنتم أيضا في النادي الأسير الفلسطيني، كيف ستتابعون هذه القضية بالتحديد؟ يعني باعتقادي ملف الاعتقال الإداري هو من الملفات الصعبة والمعقدة، والمعركة مستمرة من قبل الأسرى ضد هذه السياسة، سياسة الاعتقال الإداري، السيف المسلط على رقاب الأسرى المعتقلين الذين يعتقلون لمدة سنوات دون محاكمات، وبالتالي أصبح يعني لا خيار أمام الأسرى سوى خوض مثل هذه الإضرابات للدفاع عن أنفسهم وللمطالبة بإلغاء قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم. وكما يعني المعلومات التي بين أيدينا هي 13 معتقل الأسرى المستمرين في إضرابهم، منهم في محافظة جنين ونابلس والخليل ومدن أخرى. الأسرى ينضمون يوميا، يوجد عدد جديد ينضمون إلى هذا الإضراب، ونأمل أن يتوج هذا الإضراب بكل الأسرى الإداريين وكل الحركة الأسيرة لما له من مردود وقوة وفعالية أمام سياسة إدارة السجون ومصلحة السجون. سيد رائد عامر، مدير عام دائرة العلاقات الدولية والعامة في نادي الأسير الفلسطيني، شكرا لك، كنت معنا من نابلس. آخر التطورات في فلسطين المحتلة وفي المنطقة ولبنان بحثها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالي ونائبه محمد الهندي. وخلال اللقاء ناقش الطرفان الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية، وأكدا مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. هذا وعبر الطرفان عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الذين يواجهون عصابات الاحتلال وجيشه على أرض فلسطين، وخاصة في القدس والضفة الغربية. في غضون ذلك، استمر الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي بمنظومة ثار الله المضادة للدروع التي كشفها حزب الله أخيرا. وقابل ذلك تهكم وتشكيك في جدية تهديدات كبار المسؤولين الإسرائيليين للحزب التي وصفها معلقون بالفارغة والتي تدخل نصر الله في موجة من الضحك. هذا التقرير لعلي فقيه. كوابيس الجبهة الشمالية وما قد تحمله رياحها من مفاجآت في أي حرب مقبلة لا تزال تؤرق الإسرائيليين، الأمر الذي تبدأ أخيرا في الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي بالكشف عن منظومة تأثار الله المضادة للدروع من قبل حزب الله. يوم الاثنين المقبل سيحيي حزب الله الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية، وهم مستمرون في تهديد إسرائيل في الخطاب المرتقب لنصر الله. صحيح، هم مستمرون في التهديد ويكشفون للمرة الأولى عن صواريخ خارقة للدروع استخدموها وسيستخدمونها في المواجهة المقبلة مع إسرائيل. وفي مقابل الجدية التي تبديها الأوساط الإسرائيلية في التعامل مع رسائل حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، لاقت تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت للحزب استخفافا وتشكيكا إسرائيليين. نحن يقولين عندما يقف وزير الأمن على بعد مئات الأمتار من خيام حزب الله التي تجاوزت الحدود ويهدد بأنه سيعيدها، فهذا
هذا مهم، ولكن للأسف ما نراه في الأشهر الأخيرة هو تهديدات فارغة فقط. عندما يسمع نصر الله جالانت يهدد فإنه ينفجر ضاحكا. وما يزيد المشهد تعقيدا برأي مراقبين هو تضافر التهديدات الخارجية مع سياقات الأزمة الداخلية، ولا سيما في انعكاسها على الجيش الإسرائيلي بعد إقرار قائد سلاح الجو تومر بار بأن السلاح قد دخل في أزمة كفاءة آخذة بالتعمق، أزمة حذر ضباط كبار من تمددها إلى وحدات وأسلحة أخرى. وإضافة إلى السخرية التي تثيرها داخليا التهديدات الإسرائيلية للمقاومة في لبنان، فإن 17 عاما على انتصار المقاومة زادت طين هزيمة الاحتلال بلة بل بلات. وفي هذه الذكرى تواصل الميادين تغطيتها الخاصة تحت عنوان النصر يتعاظم، ونفتح نافذة من جنوب لبنان مع الزميل محمد الزيني وفريق عمل الميادين المتواجد معك. محمد مساء الخير. مساء الخير، شكرا لكما الزميلان دينا وأحمد. إذن مشاهدينا نجدد الترحيب بكم بهذه النافذة من جنوب لبنان لتغطية شبكة الميادين المستمرة بهذه المناسبة. دراسات غربية عديدة انتشرت بعد حرب تموز تتحدث عن تفاصيلها ونتائجها أيضا، وقد أجمعت على هزيمة إسرائيل وسقوط مشروع سياسي كان يعد للمنطقة. في المقابل أشارت إلى تعاظم قوة ردع المقاومة في وجه إسرائيل وإلى فرض معادلات جديدة. نتابع مع الزميل محمد عز الدين. إسرائيل هزمت في حربها على لبنان عام 2006، هذا ما خلصت إليه القراءات الغربية. تقول أولى الدراسات بعد حرب تموز لأنتوني كيرتز من مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكية إن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها الخمسة، فيما يشاطره الرأي كبير محللي معهد بروكينجز الأمريكي فيليب جوردن المؤيد لإسرائيل في مقاله لصحيفة واشنطن بوست الذي يؤكد عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على حسم الحرب وعجزه عن تحقيق أي مكاسب، وهذا ما فعله معهد واشنطن أيضا الذي انتقد خطط إسرائيل في عدوانها. لم تقتصر الدراسات على المحللين الأمريكيين، فبعد شهرين من حرب تموز كتبت مجلة آسيا تايمز تقارير بعنوان كيف هزم حزب الله إسرائيل. كاتبا تلك التقارير أليستير كروك الذي كان المستشار الأعلى لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومارك بيري الذي كان مستشارا سياسيا للبيت الأبيض، كشف الخبيران أنه إضافة إلى إخفاق إسرائيل في تحقيق أهدافها تمكن حزب الله من تحقيق أهدافه كلها وسجل انتصارا حاسما، وهذا يعد بحسب الرجلين هزيمة سياسية كارثية للولايات المتحدة التي اهتزت مكانتها في الشرق الأوسط بشكل كبير. الباحثان أكملا دراسة معمقة وهما مديرا المنتدى البريطاني تضمنت جملة استنتاجات من المعطيات الميدانية تتحدث عن هزيمة مدوية لإسرائيل. الحرب التي أجمعت دراسات الغرب على هزيمة إسرائيل فيها وسقوط مشروع سياسي كبير معها وصفتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس بالمخاض العسير لولادة الشرق الأوسط الجديد، لكن المشروع أجهض قبل الولادة. الآن معنا الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين من جنوب لبنان، مرحبا بك عباس. نسأل كيف يحيي سكان جنوب لبنان تحديدا هذه المناسبة وأيضا عموم اللبنانيين؟
تحية لك محمد ولمشاهدي الميادين الأكارم. بطبيعة الحال يعني هذه الأيام هي أيام احتفال بالذكرى 17 للانتصار في على الجيش الإسرائيلي في خلال عدوان تموز يوليو عام 2006. بطبيعة الحال هناك جملة من الفعاليات أقيمت وستقام، يعني ستختتم اليوم هنا في الجنوب في خلة وردي في المكان الذي حصلت فيه عملية الأسر في 12 من تموز يوليو عام 2006 بالقرب من بلدة عيت الشعب الحدودية مع فلسطين المحتلة. نحن محمد هنا في المنطقة تدعى هرمون وهي على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. طبعا هذه المنطقة هي مواجهة لجبل ميرون، هذا الجبل الذي يرتفع قرابة 1200 متر وفيه قاعدة جوية إسرائيلية. يطل هذا الجبل على هذه المنطقة. بطبيعة الحال هناك الكثير من الألغام في هذه المنطقة، ويعني هذه أقرب نقطة وصلنا إليها إلى الحدود قبالة مستعمرة دوفيف وهي البلدة الفلسطينية كفر برعم. في هذه المنطقة يعني قبل أيام كان هناك اهتمام إسرائيلي بفيديو مصور لعناصر من المقاومة هم يجولون على طول السياج الحدود. طبعا الوصول إلى السياج الحدود السياج الشائك هو أمر بالغ الصعوبة من هذه المنطقة، لكن من هذه النقطة وصولا إلى الموقع الإسرائيلي الذي يعرف بموقع الحدب في من بلدة يارون، على طول هذا الخط الممتد من موقع الحدب وصولا إلى هذه النقطة وتحديدا يعني في هذه البساتين التي نراها في هذه الأثناء بعدسة ربيع معماري. بطبيعة الحال يعني هذا الخط الذي هناك صور الفيديو الذي وزعه الإعلام الإسرائيلي لعناصر المقاومة، هذا يعني بأن هذه المعادلات التي أرسيت خلال بعد عدوان تموز هي باتت يعني معادلات يعني ثابتة وراسخة، لا خوف لدى المقاومة بأن تصل حتى في النهار أو في الليل إلى هذه الحدود ويلتقط لها العدو هذه الصور ولا يجرؤ على إطلاق النار عليها، وبالتالي كل ذلك بفضل المعادلات التي كرست منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا. وبالتالي يعني هذه المعادلات ترخي بظلالها إن كان على المنطقة الحدودية هنا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني سكان هذه المنطقة يعني يعيشون أيامهم وسنواتهم منذ الانتصار عام 2006 في ظل هذه المعادلات من دون خوف من دون هلع، يصلون إلى بساتينهم يبنون منازلهم على الشريط الحدودي بشكل مباشر لأن هناك من يسهر على أمنهم ويحمي هذه الحدود ولا يجرؤ العدو الإسرائيلي على يعني إن كان إطلاق النار أو الاعتداء على هذه المنطقة أو على السكان نظرا لهذه المعادلات التي تحكم الوقائع هنا في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. نعم محمد، شكرا جزيلا لك الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. مباشرة إلى بغداد مع مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، مرحبا بك عبد الله، ونسأل بداية كيف رأى الشارع العراقي انتصار تموز، وأيضا كيف انعكس هذا الانتصار الاستراتيجي على فصائل المقاومة العراقية التي كانت وقت ذاك في 2006 تقاوم الاحتلال الأمريكي؟ طبعا لجهة كيف تابع العراقيون الحرب هم كانوا جمهور لحزب الله الأعم، الأغلب من الشعب العراقي والقاعدة الشعبية كانت متفاعلة، والقضية قضيتها بالنسبة للفصائل العراقية المقاومة هي كانت في عين العاصفة على اعتبار أن المدة هي كانت 3 سنوات منذ الاحتلال الأمريكي للأرض العراقية، وبالتالي كانت هذه المقاومة التي عمدت واشنطن بكل السبل إلى تشويهها وإظهارها بمظهر الإرهاب وخلط الأوراق ما بين المقاومة التي تستهدف القوات الأمريكية المحتلة وبين المجاميع التكفيرية التي تستهدف الأسواق والمدنيين وكل ما تضعه هدفا لها. في العراق طبعا بعد العام 2003 وبدأ نواة المقاومة العراقية التي كان لحزب الله دور في تقديم المشورة والنصح والتنسيق الميداني والعملياتي كانت في بداياتها وبدأت تتوسع وتكبر، ابتدأت يعني إزالة شحنات الضعف وبدأت مواجهة القوات الأمريكية المحتلة، كان هناك نضج سياسي واعي أن هذه ليست جولة حرب ومواجهة عسكرية، هذه جولة يراد منها
استثمار وجود أو استغلال وجود القوات المحتلة للعراق وتكسير ونزع سلاح حزب الله، وبالتالي نقل لبنان إلى القبضة الأمريكية. والعراق أصلا هو محتل، وهناك ضغط ما بين دول وعواصم وجمهور ومجتمعات محور المقاومة الممتد من طهران إلى فلسطين المحتلة، مع وجود القوات الأمريكية المحتلة للعراق كقوة عازلة، قوة نارية كبيرة عازلة. لكن ذلك لم يتحقق، ذلك أن المقاومة العراقية صعدت من هجماتها مع وجود موقف سياسي، برغم أنها كانت تجربة فتية، لكن الموقف السياسي العراقي كان منحازا بشكل تام لموقف المقاومة في هذه الحرب وداعم لها، برغم أنها كانت في البدايات، كانت تجربة في البدايات. بالتالي كانت هناك قناعة أن الشرق الأوسط الجديد يراد له أن ينطلق من نموذج العراق بعد الاحتلال الأمريكي، تقسيم العراق طبعا إلى ثلاثة أقاليم، وتسويق نموذج الأقاليم كنموذج إداري ناجح، مع الحرب التي يراد منها تهشيم ونزع سلاح حزب الله، وبعد ذلك المباشرة بالشرق الأوسط الجديد المتمثل طبعا بالدول الضعيفة، الدول العرقية التي تحتاج العامل الخارجي لحمايتها ولحفظ سيادتها. بدأت تظهر قوة هذه الشعوب وتقول كلمتها في وجه المحتل الذي تحول طبعا من بؤرة توسع إلى كيان محاصر بالصواريخ. ونجاح حزب الله في إدارة هذه المواجهة، بإدارة عمليات وأنماط مواجهة مع المحتل الإسرائيلي، والمفاجآت التي قدمها الحزب مع عمليات التصعيد للمقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية المحتلة، كانت نجاحا انعكس في أن يتعاظم في الداخل العراقي وأن يقدم دعما وإسنادا. وكانت هناك محاولات استثمار أي فرصة يمكن أن توظف لخدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد، لأن تكون فرصة لتطوير القدرات المقاومة وإنضاج الوعي في مواجهة هذا المحتل. وبالتالي القوات التي أرادت أن تنزع السلاح، سلاح حزب الله، وأن تكسره وأن تضعف المقاومة في العراق وأن تقدم النموذج الأمريكي الديمقراطي في العراق كنموذج ناجح ومطلوب شعبيا وجماهيريا، فشل. ونجحت الإرادة الشعبية وتمكنت هذه الشعوب من أن تقول كلمتها وأن تظهر صوتها، طبعا يواكبها حرب نفسية وإعلامية عاقلة وذكية، ونجحت في أن تواكب هذه المواجهة المستمرة حتى هذا اليوم، والتي نجحت طبعا بعد تكرار الربيع العربي وبعد دخول داعش في أن تنشئ قوة عسكرية ووعي يواكب هذه القوة العسكرية لحفظ هذه المنطقة، التي تثبت مجتمعاتها أنها قادرة على أن توجد مشترك بينها لمواجهة أي عامل خارجي يحاول أن يكون عامل مزعزع لأمن إسرائيل. فبدل أن تتحول دول المنطقة إلى دول ضعيفة وهشة وهزيلة ولديها جيوش هزيلة ويحيطها الوجود الأمريكي العسكري مع وجود إسرائيل التي تمتلك الجيش الذي لا يقهر، تحولت إلى مجتمعات تمتلك قدرات عسكرية ونضج ووعي يمكن أن يواجه مخاطر تهديد أمنها واستهدافها. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، مدير مكتب الميادين في بغداد. كيف يرى الشارع العراقي انتصار لبنان على إسرائيل في حرب 2006؟ وماذا يمثل إليه هذا النصر؟ لنستطلع رأي بعض العراقيين. كان على مدى سنين إسرائيل هي الغالبة، يعني كانت تقمع أي انتفاضة عربية، أي مقاومة عربية تقمعها بالنار والقنابل والحديد والقتل، وتستولي على أراضي عربية جديدة، يعني تمد من احتلال، تتوسع من احتلالها. إلا أن عام 2006 كان مرحلة تحول حقيقي في الصراع، لأنه إسرائيل أخذت درسا قاسيا من المقاومة العظيمة التي تجلت بحزب الله. اللي صارت أنا أسميها معركة ميركافة، هاي الدبابة اللعينة اللي إسرائيل كانت تتباهى بها بكل العالم وخوف الناس بها، يعني اخوانا في حزب الله سووها مقبره للاسرائيليين. الوقوف خلف سماحه السيد حسن نصر الله وحزب الله، لاننا لدينا الان قوه كبيره وهي تقف ضد اسرائيل، وهي المقاومه اللبنانيه. في 2006 بدايه جديده وصفحه جديده كتبت ورسمت وغيرت من اللعبه ومن توازنات اللعبه ما بين العرب المنهزمين تاريخيا بعد نشوء دوله اسرائيل والمقاومة التي أعلنت أنها موجودة. ويجب أن تكون المقاومة مستمرة والنصر لها في كل الأعراق. لا أكو جيش مثل إسرائيل لا يهزم، ما أدري شنو، هذه كلها خرافات. ثبت أنه الجيش الإسرائيلي وخاصة هسه الحوادث اللي تصير والمجتمع الإسرائيلي مجتمع متفكك غير قادر أن يهزم فصيل من المقاومة.
ربما واحدة من الصور التي لن ينساها السوريون في عدوان تموز، صورة الاحتضان الذي استنفر سوريا دولة وشعبا لاستقبال العائلات اللبنانية التي نزحت بسبب الحرب واستضافتها. فمنذ ذلك العام ترسخت وحدة الساحات التي لم تصبح سياسية وعسكرية فقط، وإنما أضحت شعبية أيضا. نتابع التفاصيل مع الزميلة ديما نصيف. لم يكن حديثنا مع السيد ياسر حلباوي مجرد استعادة لبعض الصور والذكريات عن مدرسة المحسنية في دمشق القديمة التي تحولت خلال حرب تموز إلى مركز مساعدات للعائلات اللبنانية التي جاءت إلى سوريا هربا من الحرب والقصف، بل كان استعادة لصورة بهية وثقها الشعبان على طرفي الحدود في أكثر لحظات المنطقة مفصلية وتجذرا في تاريخها ووجدان شعبها. الأخوة اللبنانيين كضيوف لسوريا يتقاطروا على سوريا، صار في نجدة شعبية بالإضافة للمؤسسات الدولة، صار في عملية التفاف حول احتضان موجة الهجرة والتوزيعها على كل البيوت والجمعيات والمراكز، وهي صار تفاعل رائع جدا، وصار في حجم من التبرعات وتقديم المساعدات، فعليا يعني كانت مميزة جدا ملفتة. كانت المقاومة قضية جامعة لكل السوريين، لا خلاف عليها ولا تردد في دعمها، وقد تكون هذه الفكرة تحديدا هي التي دفعت المخرج الفرنسي كريستيان بيل إلى تصوير فيلمه من أجل هذا، حيث رصد خلال تصويره عمليات الدعم والمساعدة التي قدمها السوريون تلك اللحظة التي تختصر مفهوم المقاومة في وجدانهم لتكون ربما وثيقة حية للتاريخ لا يمكن محوها. اللبنانيين يعتبروا مثل اهلنا، يعني هذا سوريا ولبنان شعب واحد، ونحن استقبلناهم بصدر رحب ومن احلى ما يكون كل شيء. اهلنا واخواتنا وقرابينا، ونحن عرق واحد، دم واحد، ووطن واحد، والعروبه كلياتنا، نحن كلياتنا قوميين عرب عموم. وصل إلى سوريا خلال الحرب وبحسب إحصاءات رسمية نحو 140 ألف مواطن لبناني، واستنفرت البلاد مؤسساتها الرسمية والمدنية لاستضافتهم. وفي هذا المقال الذي يتحدث عن استضافة سوريا للبنانيين في أحد مراكز العطلات الصيفية في الزبداني، يقول مدير المركز: ما زلنا نتلقى التبرعات من أهل دمشق، يجلبون لنا الملابس وأدوات التنظيف والطعام. ويضيف: نحن نطبخ يوميا لجميع الأشخاص المقيمين هنا، نحن نعتبرهم ضيوفنا. كثيرة هي الشواهد التي جمعت بين سوريا والمقاومة لسنوات طويلة، لكن ما كان في حرب تموز مثل توثيقا لذلك الرابط على المستويين الرسمي والشعبي، بتقاسم ارتدادات الحرب إنسانيا ودعم الجبهات عسكريا. ديما نصيف، دمشق، الميادين. هذا كان في سوريا. قبل ذلك تابعنا الانعكاسات في العراق، والسؤال الأكبر: كيف انعكست مضامين حرب تموز وهذا الانتصار الكبير على الإقليم وهذا الانتصار الكبير؟ هذا السؤال المركزي الذي سنطرحه في تغطية الرابعة، سنكون معكم على رأس الساعة بتغطية مباشرة. هذا السؤال وأسئلة أكثر الآن. عودة لاستكمال ملفات الظهيرة مع الزميلين دينا وأحمد، إليكما. شكرا لك محمد والفريق عمل الميادين المتواجد معك في جنوب لبنان. الظهيرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة ستكلف واشنطن 6 مليارات دولار. أهلا بكم من جديد. محركات الحلقة الجديدة من مع مدرو أكثر دارت في سياقات فنزويلية متنوعة، وذلك مع التركيز على تغييب الحراك المؤيد للحكومة عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فضلا عن حملات التشويش والتضليل من معارضة الداخل وداعميها الخارجيين. قضايا متنوعة أفاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحديث عنها في الحلقة الرابعة من برنامج مع مادورو أكثر الذي يعرض على شاشة الميادين.
الشأن الداخلي كان له النصيب الأكبر في هذه الحلقة، حيث تحدث مادورو عن الهوية الجديدة لفنزويلا، وهاجم الحصار الإعلامي وحجب المسيرات الموالية للحكومة عن الإعلام ووسائل التواصل. المundo me preguntan cuál ha sido la fórmula del milagro venezolano. Digo pueblo consciente y movilizado de manera permanente. Pueblo consciente y movilizado de manera permanente. De manera abierta, participativa, democrática, pacífica, alegre. Cada movilización es una fiesta, es una rumba, es un motivo de alegría, es una celebración. Bueno. مادورو توقف عند حملات التضليل الممنهجة التي طالت القوات المسلحة الفنزويلية بعد الحادث الذي أودى بحياة طيار خلال تدريبات عسكرية الشهر الماضي، متهما واشنطن بإدارتها. Venezolanos y venezolanas consternados, adoloridos de que suceda algo así. Y entonces viene la canalla mediática a atacar a nuestros oficiales, a nuestra aviación militar, a nuestra fuerza armada, a llenar de odio, a burlarse de nuestra fuerza armada, a decir que nuestros aviadores no tienen la preparación ni el profesionalismo. الحلقة الجديدة لم تخلو من عرض لشكاوى المواطنين الفنزويليين ومن محاولة حل المشاكل التي يعانونها في خدمات كالماء والكهرباء والاتصالات، كما لم تخلو من استعراض لبعض المواضيع الخارجية مع الحديث عن العلاقات مع دول الجوار ولا سيما مع كولومبيا. تتواصل في السودان المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقد أعلن الجيش السوداني أن قواته قصفت أهدافا عسكرية للدعم السريع في منطقة البقير وفي بعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبية العاصمة الخرطوم. أما في أم درمان فقد دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات القصف المدفعي في المناطق الوسطى المحيطة بأحياء أم درمان القديمة. وفي بنيال عاصمة جنوب دارفور تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الخفيفة والثقيلة. ووسط هذه الأجواء أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية أنه سيجري عقد اجتماع للقوى المدنية الموقع على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا الاثنين لبحث سبل وقف الحرب في السودان. المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان أوضح أن الاجتماع سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي إلى البلاد. وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية قد دعت الشهر الماضي إلى تشكيل جبهة مدنية موحدة. والآن إلى آخر تطورات صراع الروسي الأطلسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل نحو 545 جنديا أوكرانيا خلال يوم واحد وإسقاط مروحية و25 مسيرة. كما أعلنت إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية وتحديدا في بلغورود وكورسكا. يأتي ذلك فيما تتولى القوات الأوكرانية إجلاء سكان مناطق سيطرتها في خاركيف وسط تقدم القوات الروسية في المنطقة بحسب ما نقل عن مصادر في سلطات كييف. تستمر تدريبات أسطول الشمال في الجيش الروسي بمشاركة 8000 جندي و20 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم. وزارة الدفاع الروسية نشرت مقاطع فيديو تظهر جولة قام بها وزير الدفاع سيرجي شويغو لتفقد التدريبات الروسية وتنفيذ المهمات الموكلة إلى الوحدات المشاركة، وأشارت إلى أن التدريبات الروسية تشمل تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات وتطويق مجموعات تخريب واستطلاع وتدميرها. في المقابل أعلن وزير الدفاع البولندي زيادة عدد القوات البولندية على الحدود مع بيلاروسيا بسبب ما وصفه بالإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل بيلاروسيا. الوزير البولندي قال أن قرار بلاده يأتي كخطوة رادعة لا كعمل عدائي كما تتهم موسكو ومينسك، مشيرا إلى أن التعاون البيلاروسي الروسي والهجمات على الحدود البولندية يزعزعان استقرار بولندا.
الكرملين ينتقد نشر قواتنا على حدودنا مع بيلاروسيا ويتهمنا بزعزعة استقرار المنطقة، فيما نحن نقول إن حشد قواتنا هو لردع أي اعتداء علينا وضمان أمن حدودنا وليس لأي عمل عدائي كما يروج له في حملات تضليل ضدنا. في تطورات ملف النيجر، فشل برلمان مجموعة دول غرب أفريقيا إكواس في التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في هذا البلد بعد انقسام الدول الأعضاء في اختيار إجراء موحد للرد ضد المجلس العسكري في البلاد. المتحدث باسم البرلمان قال أن أعضاء البرلمان ألفوا لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر، فيما أشار مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى إكواس عبد الفتاح موسى إلى أن لدى المجموعة أسسا قانونية ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في النيجر. من جهته دعا رئيس الحكومة الجديدة علي الأمين الزين إلى رفع العقوبات غير الإنسانية وغير العادلة التي فرضتها مجموعة إكواس على بلاده. جاء ذلك خلال استقباله وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين في أو كان قد وصل إلى نيامي. نددت الخارجية الصينية بزيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة وتوعدت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ردا على الزيارة. الخارجية الصينية وفي بيان رأت أن هذه الزيارة تفاقم المشاكل القائمة بين بكين وتايبي، وأكد أن الولايات المتحدة تمثل السبب الأساسي لأزمة مضيق تايوان ومن خلال محاولاتها استغلال قضية تايوان ضد الصين. هذا ووصل نائب رئيس تايوان ويليام لي إلى الولايات المتحدة في جولة خارجية من المتوقع أن تستمر 4 أيام بحسب مكتب الرئاسة في تايوان، وقد أقيم للمسؤول التايواني لدى وصوله إلى نيويورك استقبال حار من أنصاره. هذا ولم تقدم تايبي وواشنطن أي تفاصيل دقيقة بشأن جدول أعمال لي في الولايات المتحدة. أفاد مسؤولون إكوادوريون بأن زعيم إحدى قوات أو أقوى العصابات الإجرامية في البلاد والمتهم بتهديد مرشح رئاسي اغتيل لاحقا جرى نقله إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى، ودخل نحو 4000 رجل أمن السجن في غواياكيل حيث يحتجز منذ عام 2011 زعيم العصابة الملقب بفيتو من أجل تأمين عملية نقله. أدت الحرائق المهولة التي اجتاحت جزيرة ماوي في هاواي إلى مقتل أكثر من 90 شخصا وفق حصيلة أولية. وأكدت الوكالة الفيدرالية وهي المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية، أكدت تدمر وتضرر نحو 2207 مبان معظمها سكنية. وتعرضت السلطات لانتقادات واسعة على خلفية تعاملها مع هذه الحرائق، حيث كشفت أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق مع اعتراف عضو في الكونغرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان بأنهم لم يتلقوا أي تحذيرات. هذا وأفاد مركز الكوارث في المحيط الهادئ في الولايات المتحدة بأن إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف الولايات المتحدة قرابة 6 مليارات دولار. في خطوة ترمي إلى تكريم المرأة التونسية وإبراز دورها المتقدم في كل المحطات التي عرفتها البلاد، بادر البريد التونسي إلى تكريم نساء تونس على طريقته عبر إصدار طوابع بريدية تحمل صور عشرات النساء اللواتي تركن بصماتهن في تاريخ البلاد. هذه الطوابع ضمها معرض تحول إلى مقصد للزوار للتعرف على الإنجازات النسائية عبر التاريخ. تقرير مراد دلنسي. احتى
احتفى البريد التونسي بكل النساء التونسيات اللواتي اشتهرن في مختلف الميادين في التمثيل والفلسفة وغيرها كالسياسة وحتى بالنساء العاملات مثل سعيدة الجلالي وهي بحارة أصيلة قرية العطاية بجزيرة قرقنة. للأحياء من النساء نصيب من خلال إصدارات البريد التونسي، حيث خصص طابعا بريديا للناشطة الثقافية زينب فرحات أنس جابر التي تميزت في لعبة كرة المضرب وهي التي شرفت تونس في المحافل الرياضية العالمية. علاش ليه احنا نوظف التكنولوجيا؟ انه باش نقربوا المعلومه للصغيرات وانه باش نحبوهم في تاريخهم ويعتزوا بالهويه والحضاره والثقافه والابداعات وما ادراك ما ابداع المراه التونسيه. فيهم يعني العصاميين يعني بداوا يعني في التعليم تاعهم ناقص شوي، لكن كانوا نساء مناضلات يعني تظاهر وقت الاستعمار، وفما ناس اللي قرات فهمتني وخذت يعني جوائز يعني عالمية. البريد التونسي احتفى أيضا بالنساء التونسيات المناضلات مثل ميا أجريبي وهي مناضلة سياسية معروفة كرست حياتها للمطالبة بالديمقراطية وبالحريات، مظهر آخر من مظاهر النضال من خلال البريد التونسي عندما خصص طابعا بريديا لخنساء تونس كما تسمى التي فقدت اثنين من أبنائها بعدما ذبحهم إرهابيون في مدينة سيدي بوزيد التونسية. مراد الدرنسي، تونس، الميادين. ختام ظهيرة لليوم من كوبا التي يحتفل ثوارها بالذكرى 97 لميلاد القائد الأممي والثوري فيدال كاسترو، وهي تحية لتاريخ من النضال لنصرة القضايا العادلة. ففيدال كاسترو يعتبر أحد أهم الرموز العالمية للكرامة الإنسانية والأفكار التحررية والنضال ضد الاستعمار، نضل من أجل شعبه والثورة ومبادئها وقاد بلاده إلى التحرر من البؤس والظلم والحصار، وجعل من كوبا نموذجا ثوريا تحتذي به الشعوب الساعية إلى التحرر والاستقلال بعدما أنهك أمريكا على مدى 50 عاما وقاوم الإمبريالية، وكان مناصرا للقضية الفلسطينية، ساند المقاومة في كل بقاع الأرض جهارا ضد الاستعمار والهيمنة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.